برضا الله إلا برضا الوالدين. مساء الخير، مساء النور، تحية رياضية لأحلى مشاهدين. الليلة الاثنين 13 نوفمبر 2023 موعد جديد مع برنامجكم ملعب النجوم في الموسم السابع من البرمجة الرياضية على القناة الفضائية تونسنا. قبل ما نرحب بالسادة ضيوف الكرام، نخليكم تشوفوا من خلال السومير شنو يستناكم في سهرية الليلة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي ملعب النجوم. بعد كلمة حرة، الرئيس الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم وصف جليل تحت مجهر الإعلاميين. مازالوا يستناو معناتها في القضاء شنو باش يعطي في القضايا المنسوبة لرئيس الجامعة، لكن معناتها وقتيا وصف جليل هو رئيس الجامعة. متى يتحمل رؤساء الأندية الرياضية مسؤوليتهم التاريخية؟ أنا أعتقد أنه رؤساء الأندية نجم يكونوا قوة ضغط في اتجاه طبعا تغيير بعض القوانين. أين الشفافية في المعاملات المالية داخل الأندية الرياضية في تونس؟ ما ثم الشفافية لأن هي صفقات داخل الصفقات. الحكم يسري بوعلي يدخل موسوعة جينيس في مباراة الملعب التونسي واتحاد بن قردين. عاوز ترابلسي في قفص الاتهام، فهل هي بداية انهيار المنظومة التحكيمية؟ فلاش باك على الجولة العاشرة من البطولة الوطنية. اربح مع البروم سبور وفلوس البروم سبور وقراءة في القصص العالمية عدد 534. الأسطورة تميم الحزامي في روبريك نجوم في القلب. قراءة في قائمة الناخب الوطني جليل القادري، وهكذا تضامن هذا الأخير مع رئيس الجامعة، لكن لماذا تجاهل القادري الحديث عن سعد بقير؟ ملف خاص حول فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. ونكملوا سهرتنا مع جنجل مع سبورتاك، فقرة الربح والكادوات. متابعة طيبة لأحلى مشاهدين. للحديث في كل هذه المواضيع وهذه الفقرات سعيد جدا باستضافة الضيوف الأعزاء. نبدأ كيف العادة على يميني الإعلامي القدير سامي الأكريمي. مرحبا بك، نورتني بحضورك. أهلا بك، أهلا بالضيوف، أهلا بأستاذ سيدي عماد. مرة أخرى جناح أيسر الليلة في التشكيلة الأساسية الأستاذ عماد بن حليمة، مرحبا بك، نورتي بحضورك. هو على فكرة أنا راهو كي كنت نلعب في كرة اليد، إلى جانب اللي أنا حارس مرمى، كي كنت نلعب كرة اليد كنت نلعب جناح أيسر. ما أنا أصبت في اختياري اليوم. مرحبا بك أستاذ. سعيد كذلك باستضافة الحكم الدولي المساعد السابق أمين بركلة، مرحبا بك في بلاتو ملعب النجوم. شكرا سي صاحبي على هذه الدعوه. الله يوفقك سي صالح. مرحبا. مرحبا صاحبي، مرحبا بالحضور ومرحبا باللي يتفرجوا فينا الكل. عوده بعد زوز اسابيع راحه، سعيد جدا باستعاده مكرم اللقام لما كانوا في التشكيله الاساسيه، ومحلاك في اللوك الجديد اليوم مكرم. مرحبا بك صاحبي، مرحبا بالحضور، مرحبا اخويا بركله مشاهدينا تونسنا. انا قلت ما نرجع الا ما يبدا عندي محامي والجمعيتي ومعي في البلاتو اللي هو استاذنا، كي جاء هو على الاقل يعاوني على العربي. وانا اليوم علاش انت رجعت للتشكيله الاساسيه؟ بطلب من عربي سنقريه، اصر باش تكون انت في التشكيله، خديت بخاطر عربي سنقريه، واليوم ماك موجود وجها لوجه مع العربي. مرحبا بك عربي. مرحبا بك سي صاحبي، مرحبا بكل مشاهدين ملعب النجوم، ومرحبا بسي بن حليمه، بدعيه دلوله ذيره، بدعيه باهيه، ومرحبا مره نجيب بدعيه فمتاع ليتوال ميساج، ومرحبا بالدكتور مكرم اللقيان. الدكتور مكرم اللقيان صاحبي، اول مره العربي برشا ورقات قدام. لا انت ما تعرفش عربي، كل جمعه اوراقه وحاضر ومحضر درسه ويكلمني، خاطي الاجتماع يزيد يكلمني، شعرف فماش حاجه جديده. عربي راه منضبط ويقوم بالواجب نتاعو، اما مرات يحطهم في مكتوبه ما يحطهمش قدام. هذاك انا اسلحتهم انا صاحبي، رغم اللي نحبه برشا سي صالح، زدت حبيته النهارين. علاش؟ على خاطر ولد جمعيتي. كشخ خضر؟ صالح تبكي بكشخ؟ ما عرفتش يضحك نسمع نسمع نضحك. خاطر سي صالح كان رياضي كبير في الشباب نتاعو ولعب ليت في الترجي. سكوب هذايا؟ تبارك الله عليك. سي صالح ساعه؟ ساعه. صرت لعبت في الترجي؟ جات عليك تسمع في الكلام العربي. راه جيب عندك دليل. لا عندي صح. لا ما نعطيكش حاجه غلطه. كي تجيب دليل نعطيك اللي تحب. عم صالح قالك ما نجيبش حاجه غلطه. انا نتاكد 80% يقول فيه عربي سنقريه غلط. لا 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 لا
عربي السنغالي، خلينا نحكوا سوريورا والناس تتفرج فينا، كي تقول عربي السنغالي جي بغات معناها احنا نبيعوا في الوهم اللاعبين. تو من دون الرياضه خلينا نتكلم انا عربي، خلينا نتكلم انا عربي في الشعر تفضل، خلينا ندافع عليك انا عربي، ما ندافعش على روحي. عربي سنغري عمره ما يعطي الغلب. تقول أم صلاح الترجي. شكون؟ أم صلاح الترجي. خليهم مع بعضهم. لعب بليوت في الترجي وصغير في الترجي. صحيح أم صلاح. صلاح حر ولا مصارعة؟ أعطيني الدليل، أنا كنت أعطيني الدليل. لا وأعطينا شنو المصارعة؟ رومانية ولا حرة؟ جيب لي ورقة وثيقة تصويرة. سي صاحبي توا أنكر ما نسب إليه. الأسبوع المقبل نجيبوا له الدليل. وهذا عربي سنغري اليوم الحمد لله تمكننا من شراء عقد المخرج المتميز الصادق دغيم بعد ما عمل العقد في دبي بعد 3 أسابيع الحمد لله، فما بن تسريح شريناه واليوم سعيد جدا وعودة ميمونة للمخرج المتميز الصادق دغيم يستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية في برنامج ملعب النجوم وكذلك في بقية البرامج في قناة تونس نتيلة هذا الموسم. شكرا للصادق دغيم. خلينا نبدأ سيد المخرج كيف العادة بكلمة حرة. أي سي صالح نبدأ معك أنت، شعلنا كلمة حرة. والله كلمة حرة صاحبي باش نرجع مرة أخرى وباش نشكر المرة ذي جمهور النادي الإفريقي مرة أخرى. يبدأ نهار السبت في الديربي الترجي والإفريقي في الهندبال، ودخلة كبيرة برشا، دخلة خليت الأخوة في فلسطين على وسائل الاجتماعي علقوا، وسائل التواصل الاجتماعي يعلقوا عليها، فرحانين بها وفرحانين بالتوانسة الكل، فرحانين بكل الرياضيين التوانسة. وأنا ذكرت دخلة النادي الإفريقي لأنه جماهير الرياضية في تونس قاعدة تواصل في نوع نجم نقول من النضال نتاعها مساندة تامة للقضية الفلسطينية. راهو الناس احنا راهو فيهم تحت القصف وتحت الدمار ويضحكوا ومتفائلين، احنا من نجم نعديولهم باك اللي مساج هذوكم باك الدخلات هذوكم كان دعم معنوي لاكثر اكثر حاجه ومستحقينها هو الدعوات نتاعنا وك الدعم المعنوي اللي راه كل جمعه يتجدد وكل جمعه في لون وكل جمعه في ثوب. برافو للجماهير الرياضيه التونسيه الكل دون استثناء على اللي عملته مع وقفته مع القضيه الفلسطينيه. حاجه اخرى صاحبي، البارح شاهدت مباراة يا صاحبي ذكرتني في زوز مباريات في تونس. شاهدت مباراة ذكرتني في المباراة 4-4 و7-7 في تونس. أما الفرق سامي فرق كبير. البارح تفرجت في تشيلسي ومانشستر سيتي. تروح يقعد في التاريخ، تروح يتدرس 4-4. تذكرت الفرج الماتش هذاك وتذكرت الاطراح تاع تونس 4-4 و7-7 مع مليك. تاع المحمديه. اي بصراحه نتكلمك راهو الكره الانجليزيه اللاعبيه معناتها الفرق الانجليزيه تلعب بالسراول راهو معناتها هذيك ما تصيرش في ايطاليا ولا ما تصيرش في اسبانيا ولا معناتها بونتم هوني بونتم هوني. مانشستر سيتي وما ادراك معناتها وتشيلسي اهداف ثم اهداف معناتها ما تماركيش بالكل. عالم اخر تاع كره. اي فوالا. مكرم تفضل. صاحبي اليوم مش نخرج شوية من الكورة، نحب نحكي على الشباب التونسي واللي هو معامل عليه البلاد، خاصة كيكون نخبة النخبة. لأن نحب نحكي على المعاهد النموذجية وبالخاص المعهد النموذجي سوسة اللي يضم نخبة النخبة. اليوم المعهد هذايا أمام الصمت الرهيب مندوبية التربية يمر بمشاكل كبيرة، وخاصة المسؤولين اللي يسيروا في المعهد هذايا واللي الحقيقة مسؤولين ما عندهم حتى علاقة بالتسيير النخبة. اليوم صاحبي التلامذة اللي منجحين ب 17 و18 واللي نحن معاملين عليهم غدوة مش يكونوا رجال دولة، مش يكونوا باحثين ويكونوا علماء، كي يبقى مسؤول ماهوش في مستوى المؤسسة يولي في القهوة ويولي ما عادش يحب يرجع يقرأ واللي بطل. وهذا السير في معهد النموذجي بسوسة. المنبر هذا صاحبي رغم اللي هو منبر رياضي لكن يهتم بالشأن العام، نداء لسيد وزير التربية وسيد رئيس الجمهورية، راهو اللي سير في معهد النموذجي بسوسة عار على وزارة التربية. راهو صاحبي براكاجات، راهو عرك، راهو فساد، راهو تصور تلميذ يدخل يقرأ جمعة والمسؤولين مش موجودين. حتى في محيط المركب الرياضي عندكم برشا ما تحكيش حتى حكاية، مش حكيك على معهد، هذه مؤسسة تربوية.
سي صالح تلميذ يقرا جمعه ما يفيقش به وبعد شيء يخرج قدام اصحابه الصيد ويهنتلو المدير يولي ما عادش يحب يرجع يقرا لحد هذه اللحظه مش راجع يقرا ويمشي قاعد للطبيب نفساني. اليوم سيد وزير التربيه راهو نخبه النخبه يلزم مسؤولين نخبه النخبه. ما تنجمش تحط مسؤول له له في مؤسسه تضم نخبه النخبه. وان شاء الله انا متاكد باش يسمعنا سيد وزير التربيه ومتاكد ان المسؤولين الكبار في وزاره التربيه معناها مش يفتحوا ملف معهد نموذجي بصوص. ولو انك خرجتنا على السياق الحسه ما مش مشكله. تفضل سامي. شوف صاحبي، الحمله الانتخابيه لخلاف الجامعه الحاليه بدات في الكواليس، بدات في القهاوي، بدات في التليفونات كما جرت العاده. ثم برشا اشخاص مازالوا ما فهموش اللي الاشياء تغيرت، وانه اللي باش يشد الجامعه القادمه يلزم يكون ساعه يلزم يكونوا مقامات في كره القدم وعلى الاقل في الرياضه، يلزم يكون ايضا ماضيهم وحاضرهم نظيف، ويلزم خاصه يكون عندهم برنامج وعقد اهداف، واللي ما يحققش الاهداف يرحل، واللي يحقق الاهداف نتاعو بالطبع يواصل، لكن لا مجال الى العوده لشخصيات عرفناهم واللي هما جزء لا يتجزا من خراب كرة القدم التونسية. الحاجة الثانية نحب نذكرها، أنا كصحفي محترف سمعت أنه قالوا أنه واصف جليل ولا رئيس الجامعة التونسية بالنيابة. ما عنديش هذه المعلومة، هذه لخرج بلاغ رسمي حتى شيء مخرج. من المفروض أنه يخرج، أضعف الإيمان يخرج بلاغ رسمي السيد هدايا معناتها ولا بالنيابة هو رئيس الجامعة. لذا بالنسبة لي أنا المعلومة ليست رسمية، شخصيا سأتصرف مع الشخص هذايا كأنه عضو في الجامعة كما قبل، مش كأنه رئيس الجامعة. لكن سامي قانونيا ما دام فما حالة فراغ هو أوتوماتيكمون يولي. شوف نسأل أنا رانيا، احنا شوف يلزم ثم بلغ، نجم يكون السيد هذايا ما يحبش، نجم يكون هذا ما قبلش، نجم تكون في الجامعة غاديك ثم ناس مش قابلينه. نحكي لك على تخمينات، هذه مسألة معناتها بيبليك، يلزم السيد يلزم الجامعة التونسية لكرة القدم اللي هي معناتها قادرة أن على الباج متاحة ولا تعمل دي كونفيرونس دو بريس بيدون، ولا على الباج متاحة تخرج تصور وتخرج اللي تحب وتخرج البلاغات اللي تحبها. إلى يومنا هذا ليس هنالك بلاغ رسمي في هذا السياق. في هذا السياق لا عندنا سيستماتيك مويت. لا لا، عملوا مكتب جامعي. عملوا مكتب جامعي ونصبوا سيد رئيس. ايه كي نصبوا بلاغ كلامه صحيح، باهي نصبتوه خرج العموم، خرج للراي العام. اذا عملت بلاغ رسمي هما قالوا، سامحني جوست، قالوا في وقت من الاوقات انه السيد هدايا ما يحبش، حق من حقوقه. قالوا ان ثم جميع معناتها ثم صراعات وكل، أضعف الإيمان الفترة اللي باش تقعدها تخرج بلاغ رسمي، تخرج بلاغ رسمي راهو السيد هذايا هو ولا واضح. أضعف الإيمان، أنا تمنيت المكتب الجامعي العالي الحالي يكون عنده شوية شكون شوية عزو نفس. ليه ما تحكيليش يهبطوا لنا بلاغ يقدموا من خلاله استقالتهم حفظا لما الوجه؟ هذا هو الصحيح نورمالمون يصير. نكمل معك انت عربي سنقريه. صاحبي انا عندي زوز ولا ثلاثة اخبار ما تعرف الحباب ياسر وناسر. عندي ساعة سي خليل الجريء حكم ساحة وفي نفس الوقت لاهي بالإحصاء وتقييم في المنتخب الأوسط، وتوا ولا معناتها في لجنة التنظيم في المنتخب الأول. هذا كل سي هذا هو نفس الشخص. نفس الشخص بارك الله. ناقص كان في الليل يخدم في رملي والصباح يهبط للبطوار، يعني في نفس الوقت يخدم في ثلاثة خدم في احد بالله يشوفوه لنا السيد هذايا شنو عنده زايد على الناس. نحلوا عليه الكتاب عليه. أه؟ لا يا العرب، بس نكون واضحين مع المساله، لعل هو اللقب هو اللي يجلب وهو اللي خلى الناس تهتم اكثر. لا احكي لنا عليه انت. عطى نحكي لك انا عليه. خليل الجريء هو حكم انخرط في التحكيم كيما انخرطوا الناس كل في التحكيم، وكيما برشا حكام يخدم في الرابطات
خليل الجريب بحكم اختصاصه وتكوينه الأكاديمي يخدم في المجال الاي تي اللي تابع الجامعة التونسية لكرة القدم، وليس فقط لأنه لقبه الجريب بصدق يعني، ونقولها بكل أمانة وأنا نعرف ايش قاعد نقول. توا أنت ما ظلي ما عرفتش قاعد تقول، أنا قلت يخدم ولا ما يبطل؟ إي يخدم. إيمان شنو؟ كيما غيره يخدم يعني، مش كان خليل الجريء ولا مش لأنه خليل الجريء. ياسي أمين، ياسي أمين. ميشيلش. يخدم في الأحصاء ولا مش يخدم؟ يخدم، يخدم، يخدم في حكم ولا مش يخدم؟ لا، تحكيم ما هواش، ما هواش مهنة، ما هواش محترف في مش التحكيم. مش تابع الجامعة التونسية كرة القدم. تابع كيما حكام أخرين. دونك المسألة هذه. في لجنة ولا في لجنة التنظيم. لا لا أول مرة نسمعها. هاني قلت لك، أنا قلت لك. أنا ما نعطيكش حاجة غلطة. هاي خلي وقت. يخدم إذا كان. إيش نقول لك؟ هو يخدم في ثلاثة. ما هو مش خدمة، ماهيش خدمة. التحكيم ليس مهنة. مهنة. التحكيم هي وظيفة يقوم بها في مجال معين وفق انخراطه بالجامعة. كيف كل حكام الآخرين مش على خاطر هو خليل الجريء. ثلاثة حاجات في الجامعة. دونك نتبعوا فيه فقط بلقبه يعني. ثلاثة حاجات في الجامعة ولقبه الجريء. أنا 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 نبعد عليه شنو؟ التهمة. أنا أنت يخدم ولا ما يخدمش؟ حبيت نسأل. أنا نبعد عليه التهمة ليس لأنه لقبه الجريء، ونعرف إيش قاعد نقول. على كل حال اللي قلته وانا كله صحيح، يخدم. انا قلت لك على خاطر لقب راهو حكم وفي الاحصاء وفي لجنه التنظيم ثلاثه حاجات. واضح ما نتكلموش مع بعضنا. الحاجه الثانيه سي صاحبي، انا نقول لك حاجه ما فاتلكوش. تفضل وصل عليك. تحب تبرر تبرر اللي تحب. انا سي بلال بشوش اللاعب السابق بالاولمبي البيجي يسال الاولمبي البيجي 22 مليون و750 بعثوا للكاف اللي سي بشوش اللي هو خالص، وهو مازال مش خالص. الراجل يتذمر، والسيد الكاتب العام للجامعة التونسية كرة قدم سي وجدي بعث للكاف اللي باجا راهي مخلصة من لعبيتها الكل. على ما يبدو تو فما قضية وفما قضية على فوق. على كل حال شي صاحبي زاد باش نحكيو على الناس الزواولة اللي ما يحكي عليها حد، اللي لا عندها لا ثلاثة خدم ولا وبطالة وما عندهاش حتى اشتاكل وما دافع عليه حد وما حكى عليه حد. هو جمعيات الشمال الغربي خاصة في الأقسام السفلى، نادي الخميري، وادي مليز، غار ديماو، بلاط، جاز الباب، سجنان، يعني يعيشوا في. أنا ذا النداء باش نوجهه للوزير، خاطر نعرف اللي هوني مش باش يعمل شيء. الناس هذين بالله والجمعيات هذين بالله يستحفظوا عليهم خاطر وعاونوهم، لانهم ما عندهمش حتى اقل حتى كور ما عندهمش. ولذا بالله لفته صغيره للفرق الصغيره نتاع الشمال الغربي بكل صراحه لو منسيين اكثر الاقل. واضح عربي سنقريه. من جهتي انا نحب نقول للطفل الوسيم خالد الدولاتي عمره 6 سنوات، احتفل البارح بعيد ميلاده السادس، ان شاء الله كل عام وخلوده حي بالف خير، ان شاء الله يتربى في عز بوها عياض الدولاتي، امه هيفا الصغير، مماته أسمى زوجة صديقي وعشيري خويا فوزي صغير، ان شاء الله كل عام، وخالد الدولاتي حي بالف خير. من جهه اخرى نحب نعزي الاعلامي صديقنا رضا كرويدا بعد وفاه شقيقه، الله يرحمه وينعمه، صبرا جميلا لعائله صديقنا الاعلامي رضا كرويدا، والله يرحم خوه، وانا لله وانا اليه راجعون. كيف حاب نعزي صديقي شكري صغير وزوجته لميا بعد وفاة عمها سي عبد المجيد الخماسي من الكيف، الله يرحمه سي عبد المجيد، صبرا جميلا لعائلة صغير وعائلة الخماسي، وأنا لله وأنا إليه راجعون. بعيدا عن هذه الأحزان، البارح كانت ليلة عادية، ليلة غير عادية عفوا بالنسبة للعائلة الموسعة لقناة تونسنا، كل الزملاء في قناة تونسنا نساء ورجالا احتفلوا بزواج صديقنا اخونا كريم ديلي بيرو، ان شاء الله بالرفاه والبنين، ان شاء الله ربي يهنيك وربي يسعدك. كاميرا البرنامج كانت حاضره في عرس كريم، نخليكم تتفرجوا في هذه الصور، ومن بعد نرجو نهنيو كريم ديلي بيرو.
عزيز على قلبي. نعرفوش من الخدمة كهو من أفضل المصورين التلفزيين في تونس. علاقتي به من الصغرى اللي كنت نقرأ في الليسي، نعرفه بعدنا بالقداقر إننا في نفس المعهد، واليوم نحضر له في فرحه كما هو حضر لي في فرحي. إن شاء الله ربي يهنيه والعاقبة اللي يخدم كل في تونسنا. إيش مش يقول الواحد في عرس صاحبه، ويقول إن شاء الله ربي يهنيه وإن شاء الله طلعت خير للعروس هذه، وإن شاء الله هو يتهنى في العناء والسرور وربي وقبال 100 سنة بالمصري. إن شاء الله ربي يهنيه وإن شاء الله بدو بتمام وإن شاء الله مبروك كريم. إن شاء الله ربي يسعد وإن شاء الله مصري العرس. ونقول له ربي يهنيك، ربي يبقى عليك الستر. قول إن شاء الله ربي يهنيك، ربي يسعدك، نحبوك برشا كريم، أنت خونا وصديقنا. هو يفرح للناس الكل وإحنا نحبوا الناس الكل. إن شاء الله. يا ربي شوف لك احلى بابا وشيموت، نحبك برشا وان شاء الله ربي يهديك. يا ربي خلي ليا صوتي بها حزينه، وربي يتمم فرحنا على خير، وان شاء الله الناس الكل ملمومين هنا والناس الكل فرحانين، وربي يهني الناس الكل. يا بنتي يا غالي يا ربي يهنيك وربي يفرحك ان شاء الله، يا ربي يهنيك ويسعدك طول عمر بجانبي. فرحانه برشا يكون موجوده بحذاك يا كريم، فرحان ديما ان شاء الله ربي يهنيك. احلى كرومه، نحب نقول لك هني روحك يا كريم، وراك خذيت امراه حلوه برشا. نحب نشكر الناس كل اللي جاتني، اصحابي احبابي الموسيقيين الفنانين الصحفيين، حاجه معناها بالحق فرحوني على الاخر، فرحوني برشا برشا برشا. نحب نشكر فضاء مايواي وسي محسن شلوات مولى الفضاء هذايا، نحب نشكر برشا 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 قناه تونسنا على راسها سي عبد الحميد بن عبد الله، ربي فضله ربي خليه. ألف مبروك للزميل العزيز كريم بديل بيرو، إن شاء الله بالهناء، إن شاء الله بالسعادة، إن شاء الله بالذرية الصالحة. مكرم عربي سنقري، ربي هني ادخل القفص الذهبي. ربي هني سي صالح، ربي هني إن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله بالبنين الصالحة، وإن شاء الله ديما في الأفراح إن شاء الله يا ربي. أستاذ أنت قلت اللي فرحته برشا نهار السبت بحفل زواج وقناة تونسنا فرحت، إن شاء الله الفرحة تكون أكبر والفرحة تكتمل بتمتيع السيد عبد الحميد بن عبد الله بعفو خاص. وأنا أتوجه برسالة من هذا المنبر إلى السيد رئيس الجمهورية التونسية وأذكره أن هذا الرجل يقبع اليوم في السجن ومقضي في شأنه بحكم لمدة 3 سنوات من أجل حادث مرور قدر الله ما شاء فعل، ثم ولا عام. وسيد هذا نحب نذكر السيد الرئيس أنه فيما يسمى بالعشرية السوداء خصص فلوسه وخصص تلفزته باش تصدى للمنظومة، تصدى للخونجية، تصدى ليوسف الشاهد عبر برنامج نقطة استفهام اللي أنا كنت حاضر فيه، خلص الفاتورة، تعاقب ماليا، هدوا له داره، عملوا له كل شيء، اليوم ما فيها باس. هذه رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية باعتباره هو يملك اليوم حق العفو الخاص بأن يمتع السيد عبد الحميد بن عبد الله بالعفو الخاص في أقرب مناسبة، ونكون له من الشاكرين الممتنين. نضم صوتي لصوتك أستاذ عماد بن حليمة، ثقتنا كبيرة في فخامة الرئيس الأستاذ قيس سعيد، هذا الرجل الوطني، هذا الرجل النظيف. حب نقول له في كلمة، راهو زاد السيد عبد الحميد بن عبد الله راهو رجل نظيف ورجل وطني، رجل يخدم في البلاد بضمير، لا علاقة له كما قال الأستاذ عماد. هذه القناة تعرضت لشتى الضغوطات والهرسلة والخطايا والهيكاوة والتحاريف قار ساكنة عنا ودمار شامل لهذه القناة ولهذا البرنامج بالذات. وسي عبد الحميد ديما كان عنده شعار خدمة البلاد لا خدمة الأشخاص. خليني نقولها أنا اليوم على مسؤوليتي، في يوم ما حزب الدمار الشامل اللي يعرفوه التوانسه الكل مهما سلط ضغوطات على السيد عبد الحميد بن عبد الله لم يرضخ، لانه رفع شعار تونس ما هيش للبيع وفي الشراء. نتمنى السيد رئيس الجمهوريه اليوم اقل حاجه رأفه برجل وطني، وانت رجل وطني فخامه الرئيس، اقل شيء عفو للسيد عبد الحميد بن عبد الله. نرجع الكريم ديال بيرو مكر. حبنا اني صديقي كريم قولوا سامحني ما حضرش ظروف الغالب، ان شاء الله ربي يهنيه
وربي معاه ونضم صوتي لصوتك وسي الاستاذ بن حليمه. ان شاء الله ربي يفرج عليه. صلى ربي يهنيه هو وزوجته وان شاء الله ويعطيهم الوقت الطيب. امين. كمل مع سي ملاك. ربي يهنيه كريم، قل له ما جيت ان شاء الله غالب شهر رينون انا جيت، مكنتني مره سخانه مره واحد ولا حاجه. ان شاء الله مبروك وان شاء الله بالهنا. بالرفاه والبنين بالسعاده والهناء الكريم ديال بيرو وزوجته والماسون، ان شاء الله ديما فرحانين. لكن هذا ما يمنعش خويا توحشناك، كمل شهر العسل نتاعك وتوحشناك. مرحبا بك كيف العاده في مع اخواتك في قناه تونسنا. باش نعملوا تو فلاش باك على الندوه الصحفيه اللي عقدها الناخب الوطني جلال القادري، ولو انه الاستاذ عماد بن حليمه ما يحبنيش نقول الناخب الوطني، ثم بعد نقول له علاش في المباشر. نسمع جلال القادري شنو قال على قائمه اللاعبين ونرجع نحكيه. اليوم ندخلوا في مرحله نتاع جديده، هدف جديد، سيكل جديد في المنتخب. كملنا فتره نتاع التحضيرات، المباراتين اللي باش يكونوا ان شاء الله يوم 17 ويوم 21 ضد ساو تومي وضد ملاوي يندرجوا في اهم هدف بالنسبه للمنتخب في السيكل نتاع المنتخب اللي هو التصفيات كاس العالم 2026. نحب نرجع شويه للستاج الاخير، شفنا تقريبا في دو ستاج قبل الستاج هذا سبتمبر اكتوبر، شفنا دو كوبي تاع المنتخب. بعد ستاج تاع سبتمبر مباريات تاع بوتسوانا تاع مصر شفنا وجه مطمئن جدا ممتاز جدا، اعطانا يمكن شويه راحه، خلينا ندخلوا في قول اونتر بارونتيز زون كونفور، وهذا اللي ما نحبوش في الكوره وهذا اخطر شيء في كره القدم. وشفنا وجه كوبي اخرى زاد بعد ماتش تاع كوريا واليابان اللي احنا بيننا ما ناش فرحانين به. قائمه تاعنا اكسبسيونيلمون بارابور للستاج الاخرين كنا سبعين 24 25، وديما نحاول نربط بكلامي في الندوات السابقه كونه قلنا اللي مازال ما عندناش العدد بالضبط المسموح به في المشاركه تاعنا في الكاس الافريقيه القادمه ما بين 23 و 26، الى حد الان 23 لاعب، لكن ثم امكانيه كبيره كونه يتغير العدد هذا 26 حسب ظروف الاقامه في البلد المنظم. دونك باش يكونوا ثلاثه حراس مرمى، باش يكونوا في كل كومبارتيمون او ليو دو 8 ديفونسور باش يكونوا 9، او ليو دو 6 ميليو تيران باش يكونوا 7، او ليو دو 6 اتاكون باش يكونوا 7 نفس الشيء، ان جوار دو بلوس 23 بلوس 3 دون شاك كومبارتيمون. ثم بعض التغييرات اللي باش تكون مقارنة بالاستقرار والستابيليتي اللي صاروا في قوائم أخرى، من بعد تباعا تو نحاولوا نفسروهم. ثم دي شونجمون اللي صاروا في القائمة سويت دي شوا تكنيك تاعنا احنا. ثم دي شونجمون صاروا سويت بليسور كيما الكا تاع علي معلول، وثم دي شونجمون بعد تو نحكيو فيهم دي كا بار كا خاطر صار كلام مع بعض اللاعبين ووضعيات خاصة بعض اللاعبين. في حراسة المرمى ثلاثة حراس، أيمن دحمان، بشير بن سعيد، معز حسن. تسعة مدافعين دائما حسب الأوردر الفابيتيك، علاء غرام، علي عابدي، غايث الزعلوني، حمزة جلاسي، منتصر طالبي، محمد أمين شارني، أسامة حدادي، وجدي كشريدة، ياسين مرياح. في وسط الميدان سبعة لاعبين، عيسى عيدوني، الياس سخيري، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، حسام بقا، محمد علي بن رمضان، محمد حاج محمود. سبعة في خط الهجوم، الياس عاشوري، فراس بالعربي، هيثم جويني، نعيم سليتي، سيف الطيف، طه ياسين خنيسي، يوسف مساكي. شكرا. كيف تشوف كاباركا ما ثماش يمكن زوزة ثلاثة تغييرات سويت لشوى تكنيك، لكن ثم بعض التغييرات كيف ما حكيت صاروا الوضعية بعض اللاعبين في النوادي نتاعهم، الوضعية هي اللي فرضت الغيابات نتاعهم. ثم شكون طلب باش ما يكونش موجود لأنه عنده مشاكل كبيرة في النادي وعنده وضعية خاصة،
دونك تغييرات تفرضوا اكثر منها تغييرات اللي احنا حبينا معناتها هيك من اجل تغيير. احنا بعد عنده عامين متواجد مع المنتخب ودائما انا يظهر لي صرحت استبقت يمكن جي انتيسيبي من قبل قلت راهو حنا بال بقاؤه في مانشستر يونايتد التون جو نتاعه هو اللي باش يحكم ولي تاد فورم. حنا بعد في الستاج الاخير واللي قبله كان كومبيتيتيف لعب خذا بعض معناتها دقائق نتاع لعب. اليوم حنا بعد بعد على الكومبيتيسيون كيف نشوف تقريبا النادي نتاعو عمل 5 و6 مباريات من التربص الاخير خذا 60 دقيقه فقط دونك الوضعيه صعيبه. حكيت انا وياه هو نفسه ذهنيا يعيش في وضع ان بو كومبليكي في ليكيب نهايه عقد باش يجدد عقده لا باش يبقى باش يغادر دونك عده تساؤلات. الولد عبر على رغبته من ناحيه ذهنيه كان واضح ماهوش في الفتره هذه ماهوش في افضل حالاته. هذا تصريح الناخب الوطني جلال القادري بعد الندوه الصحفيه. سامي العكريمي قراءتك كاعلامي في هذه القائمه. لأسباب نعرفوها كلنا من الأشخاص اللي ولو أنه ليس من حقي أن ننزه كنت ننزه الناخب الوطني جلال القادري. قلنا أنه السيد هدايا ما يحكمش في حاجة كبيرة معناتها في الفريق الوطني ما كنتش ننزه كنت ننزه فيه وكنت نحاسب شخص آخر اللي هو كان يعمل الاختيارات هذوما. توا بصفة موضوعية من المفروض أنه السيد هدايا يكون هو صاحب القرار وهذا هو قراره الأول ولو أنه نعرفه أحنا اللي القائمة نعرفه القائمة ما زلت تخرج من مكان معين. القائمة هذه تخرج من المرنقية. ما زلت مصر على كلامك سامي؟ مصر على كلامي يعني يا أخي. أنت تتصور أنه جلال القادري نجم يخرج قائمة وحده؟ شنو مصر على كلامي؟ مشي نشد جماعة كل في الجامعة ومشي نشد اللاعبين ومشي نشد جلال القادري. لكن ثم البصمة متاع جلال القادري في القائمة هذه. وقت يجي ناخب وطني ومدرب محترف يعاود 4 ولا 5% مرات شواء تكنيك. أنت وقت تقول شواء تكنيك شنو ما لي شواء تكنيك هذوما ما تفسرش معناتها. يقول لك معناتها الشيء هذايا لا يناقش هذوما سوسون دي شواء تكنيك هذوما اختيارات فنية. أي وقت قمت أنت باختيارات فنية أنت كفني الواجب متاعك أنك تفهمنا وتفسرنا شنو معناتها اختيارات فنية والاختيارات الفنية هذية باش تقصي لاعب ولا باش تجيب لاعب. يلزمك تفسر المسألة هذية. الحاجة نعطيك أنا مثال متاع كيفاش يقولوها سيدي عماد لا موفيز فوا سوء النية أي متاع سوء النية متاعو. وقت يجي يتكلم على متاع جلال القادري لأن نحكيو توا كورة توا عاد صححت الأمور كوب دافريك باش تبدا وبدات معناتها الامور تولي رسميه. يحكي على حنا باع المجبري قالك ما عندوش طون دو جو ما عندوش طون دو جو. تتم جبتوه هنية ما عنده حتى طون دو جو في مانشستر يونايتد حتى طون دو جو. عملتوا له حفله وعملتوا له دخله وعملتوا له واحد حتى بولي ما صارتلوش لا في سانتوس لا وقت مشى لا لا, لا 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 في الفريق الواحد. وقت كان ما عندوش طون دو جو بكل جبتوه عملتوه هذاك ولعبتوه بالرغم من الاحترازات نتاعنا. قلنا انديبوندامون معناتها من الكاليتي نتاع اللاعب هذايا راهو مش معقول انك انت تكرس في الفريق الوطني عاده انه لاعب ما عندوش طون دو جو بكل وانت تجي تلعبه. هذه الحاجه هذه قلناها. الامور التكتيكيه واحد وكل تحدثنا عليها اون طون معناتها نسس معناتها يوتيل وقلنا البوزيسيون نتاعو واحد وكل دونك الشريك هذايا لا موفيز فوا. بعد تشوف معناتها القائمه هذه بعض كثير خرج من المرنقيه والبعض ايضا خرج زاده من القهاوي في اللاك مع وكلاء اللاعبين. ارجاع بعض اللاعبين مريب جدا واحد وكل والقهوه قل لهم راهو القهوه في اللاك نعرفها انا بالكدا وراهو نعرف شكون يقعد فيها وراهو نعرف انه جلال القادري يقعد فيها ونعرف انه جلال القادري شكون وكلاء اللاعبين معناتها اللي يطلع لهم البريمير ايتاج معناتها يتكلم معاهم. لذا هل القائمه هذه معناتها شيء يحشم انه نحن على شهرين من معناتها من الكاس الافريقيه ما زالوا الأشخاص هذوما يتلاعبوا بالعلم تاع تونس يتلاعبوا بالفريق الوطني يتلاعبوا بمشاعر الجماهير وبعد ضحك على الذقون
للناس اللي يفهموا شويه الكره، وانا جي لا بريتونسيون اللي نفهم شويه كره. القائمه فيها لاعبين معناتها واحد يقف مخك معناتها كيفاش. وبعد اللاعبين هذوما اللي جابهم شفناهم وتنحاو وفاتح كيتهم وثم الحاجه الاخيره اللي نحب نقولها اكثر من اي وقت مضى وتكلمت عليه المره الاخرى، تو تشوفوا شنو باش يصير في الكاس الافريقيه اليوم. ثم دي كلان ظاهرين ياسر، معناتها دو كلان ثم دو كلان، ثم ناس ما يهمهمش لي كلان اللي تخلقوا في وسط الفريق الوطني هذايا. وانت تعرف اللي انه اهم حاجه في الكره هو الفستيير والامبيونس نتاع الفستيير. جلال القادري الاخر في الاخر توا باش يلقى معناتها اجان، توا يهز ويراني في السعوديه ولا يهز ويراني في قطر ولا يهز ويراني في الامارات. لكن الكارثه او نقولها لكم اليوم نهار 13 نوفمبر ولا لا، تتفرجوا الكارثه اللي باش تصير لنا في معناتها في الكاس الافريقيه. اليوم ماشيين ما عندنا حتى غارونتي في حراس المرمى، ما عندناش ان جران غارديان، مع انه وقت تقول ما عندناش انت يا خويا عندك ثلاثه ولا اربع سنين خدمه اون طونك معناتها مساعد واحد وكل، من المفروض انك لقيت حل. ماشيين من غير هجوم، ماشيين من غير هجوم ومن غير مهاجمين. قلت لك القائمه هذه هي قائمه مخجله ومخجله برشا. وانا نغزر الكاميرا، جلال القادري ستحاسب المره هذه وما عادش عندك عذر. استاذ عماد بن حليله، هل ان فعلا هذه القائمه فيها حسابات ضيقه كما قال سامي العكريبي؟ شوف، حسابات ضيقه هي مش من طول حسابات، ما عادش عندنا نحن فريق وطني بأتم معنى الكلمه. وقت اللي كان عندنا فريق وطني كانت الاسبيرونس ولا الاتوال ولا الكلوب اللي تلقاها اونابوجي وهي الاولى ولا الثانيه تلقى اربعه من الاتوال خمسه من الاسبيرونس. توا ما عادش عندنا نحن جوارات انتهى امرهم. ليكيب ناسيونال شو ولات توا؟ ولات سنتر دادميسيون تمبورير بور لو بزنس. جيبوا جوارات، عندنا واحد عاملين صياده يصطادوا لبرا في اوروبا، يجيبوا ولاد يحضروا فيهم بور لي فالوريزي باش يلعب في كاس العالم، باش يلعب في كاس افريقيا، باش يطلعوا له في الفالور نتاعو ويبيعوه. وتعرفوا انتم بالكدا، مثلا نعطي الكاي تاع علي معلول. علي معلول اللي المره هذه بون قال مضروب ما جاش، اما علي معلول طون دو فوا طون دو فوا يا ما يعيطلوش يا ما خوش طون دو جو. علاش؟ خاطر علي معلول يلعب في الاهلي، وعلي معلول كبير في العمر ما عادش ينجم يتباع لبرا، يلعبوا في الولاد الصغار عمليه نتاع بزنس. يحكم كما قال سامي، راهو حتى باش تمشي لليكيب ناسيونال، وهذا انا عندي برشا اولاد نعرفهم صحابي، باش تمشي لليكيب ناسيونال كي ما يكونش عندك اجون جوار معين ما تلعبش راهو في ليكيب ناسيونال. حتى كي تجي لليكيب ناسيونال ان اجون جوار يلزمك تبدل لاجون جوار، والكلهم يخدموا تحت وديه وتحت خوه راهو. معناها هذا باش نبدا واضحين. نجي لسي جلال القادري، اكثر حاجه مشكله اليوم عندنا اللي كان يحكي عليها اللي هي مهمه، راهو الكره مش الا ترى الكره، اول حاجه هي فيستيار. هو وديع الجاري علاش تعارك هو وفوزي بن زرتي؟ وفوزي ما قعدش، لانه وديع فوزي قال له اتونسيون راهي الفيستيار تعيانه، لا عندك الحق لا تدخل لا تصيح على الجوارات لا تعطي تعليمات. اليوم اكبر مشكله باش تعترض الفريق الوطني، ومش الناخب الوطني، هو الممرن الفريق الوطني، لانه الناخب حاجه كبيره عمره الا واحد يروح بديفات من 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 مونديال ينحي لو برومي انترينور، وهو ماشي للمونديال ينحي لو برومي انترينور، وبعتالي اللي الفشل هو فشل الفريق الكل، يجي لو دوزيام يرجعوه ممرن. المشكله اليوم تاع رئيس الجامعة على خرب الكره، وانه يحب ديما واحد ضعيف تحته باش يحكم فيه. اليوم مش تقالك مشكله كبيره في الفستيير راهو، لانه جلال القادري ضعيف الشخصيه، باه ما يكون يكونش اقوى من انشيلوتي في التكتيك. جلال القادري عاقل وضعيف الشخصيه، والمثل اللي اعطاه سامي نتاع حنا بعد المجبري اللي هو انا من رايي مادام جلال القادري هو الممرن الفريق الوطني، حنا بعد المجبري راهو يضرنا كي يلعب معنا. علاش يضرنا حسب رايي انا؟ لانه حنا بعد المجبري يلزمو انترونور يعطيه دي كونسيني
معينين يتحرك في منطقة معينة ويلعب بطريقة معينة. حنا باع المجب يجي يلعب يلعب جوكير، يحب يلعب كما يحب هو سون 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 كونسيني سون ريان دو تو، مش يعطي فينا في البلوس. تبقى نحب نقول له وانا يقول لي انا طونجو طونجو، اضافه للي قالوا سامي وانه هو قبل كانش في الليكيب آه جمله في مانشستر وعملوا له ستامبيلي وكذا باهي في طونجو. سمعتوا كيفاش يسمي في الترتيب تاع الحراس؟ باي منطقه ايمن دحمان برومي جارديان؟ تعرف ما يجيش ايمن دحمان توا برومي جارديان، راهو الجارديان راهو خطه اكثر ديليكات الف مره من لي جوار. علاش الجارديان راهو كي ما يلعبش طون جو عالي راهو يولي يغلط وتاكل بونتوات. راهو جوار كي ما يلعبش طون جو ويغلط يغلط في وسط الران يضيع كره تطلع يعطيها للادفيرسير، ما راهو الجارديان كي يبدا مش مركز بالكدا ومش لاعب برشا طون جو راهو كره تقافل في ليك. يلخصوا قائمه الحسابات، قائمة التأثير توا كانت على يد واحدة ولا تخلطت ليدين توا؟ هاو صحيح تخلطت ليدين ولا ما تخلطتش من بركال؟ والله أنا الحقيقة خويا صاحبي نفضل مسألة فنية هذية أكثر، يعني تكنيك. نفضل أنا من حكم اختصاصي في كرة القدم ما نتحدثش في المسألة هذه، يعني نخليك على راحتك ونرجع لك في الوقت المناسب. أي سي صالح مع سامي العكريمي والأستاذ، وإلا عندك خرجة أخرى؟ أنا مش مش نسأل سامي والأستاذ فرد، أنا نسألهم سامي. لا أنت أعطينا وجهة نظر نتاعك. هي ما أنا مش نبدأ بسؤال. تفضل سامي، نحب نسألك والأستاذ، شكون الملاعب اللي في الشامبيونات تاع تونس حاج جاهز وما عيطلوش؟ ناخدي شوي وشكون الملاعب اللي ينشط لبرا من تونس وجاهز وما عيطلوش؟ ثلاثة ما حبوش يجيو. اليوم لي ستاكون تاع الفريق الوطني، أنا عاشور يعجبني برشا، كان تلمه ونكلم فيك في الموهبة في الجوارات اللي ما عادش موجودين في الكرة التونسية. الجوار اللي 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 قادر بالو بيي يلدمار سو 3 4 متر ويفسخ لك ديفونسور، يفسخ لك دو ديفونسور ويلدزاكس توت لا ديفونس ادفيرس، وعنده التكنيك هذاك وعنده واحد. انا انه بوغره ماهوش موجود اليوم في الفريق الوطني باللي كاليتي تكنيك اللي يحكي عليهم، اللي هو يقول لاسباب فنيه اللي ما فسرهمش، اللي هو من المفروض انه سيت ان تكنيسيان يفسر لنا تكنيكمون. اللي عنده بوغره ان شاء الله يزيد يتقدم ويزيد يستابيليز، مي سيت ان سي صالح. خلي سامي ما يحتكرش الكلمه، اعطيني رايك انت سي صالح. انا قلت لك ما توجهليش اسهل، انت راضي على القائمه قول لي راضي. عنده البيركسيون هذيك وعنده لي كاليتي تكنيك دو دريب لكيكا، ما تهزوش انت الفريق الوطني. انا ما حبيتش نحكي لك وقت قلت شكون الجوار وكل، ما حبيتش نحكي لك على الخنيسي وما حبيتش نحكي لك على برشا حاجات اخرين، حكيت لك على النقطه دي. ما كنت سالتني سؤال وانت جاوبت وانت جاوبت. باهي انا 30 سكوند وصلنا زوز. سي صالح نقول لك انا حاجه، انت اعطيني رايك سي صالح. انت تقول لي انا هو الجوار اللي يستحق، نقول لك انت بنى فيلوزوفي جو مش تحب تلعب. انت شو مش تلعب انت حسب الكونفيغوراسيون تاع لي جوار اللي عندك؟ شو مش تلعب انت؟ تنجم تلعب لاتاك بلاسي، تنجمش تلعب لاتاك بلاسي، ما عندكش جوارات دون جراند كاليتي. تحب تلعب كولوار لازمك تجيب هذاك. شو احنا عندنا مشكله في تونس راهو ما عندناش جوارات اللي يقعدوا عندهم ستابيليتي في الروندمون. جوار يعدي لك شهرين ثلاثه بعد انت نقول لك حاجه استاذ عماد بن حليم. اليوم اون با ان باترون، كنا نجموا نفكروا مثلا في رايي انا باش تنجم انت تلعب القدام شويه مثلا كيما فقريت البروفيل تاع سعد بقيه. باش نرجع لك ما نحرقوش المراحل من غير ما توجه لي حتى سؤال. راي صالح الثابتي في هذه القائمه شو؟ ولو اني فهمت اللي انت راضي على هذه القائمه بتوجيهك السؤال لسامي وسي عماد. علاش قلت لك خاطر شو صح؟ ما فماش قائمه في العالم مش في تونس ما فيهاش انتقادات. واحد، اثنين، القائمة نتاعنا هذه
الموجودين الملاعبية بنسبة 95% هذوم الكرة كانوا موجودين. الاختلاف في ملاعب اثنين ثلاثة عادي جدا. راضي على القايد؟ لا عادي جدا. لا مش راضي. فما مثلا دعوة اثنين نجم نقول لك كانوا نجم كما رايهم نجم يكون مثلا ملاعب. أما بنسبة 95-90% خاطر توا ناخذ الكا حكاوا على المجبري. المجبري هو كان واضح قال أنا حكيت معاه قال له مانيش جاهز. أنا ما نجمش نجيب ملاعب. أمان في صالح المنتخب ما فيهاش ماني جاهز. يودي جندي فما كونفوكاسيون جيني المنتخب شبيك تعيط له ما كانش يلعب جنب يتو على الاقل تنفس ولعب شويه الاولاد يا صاحبي كيفاش انت تجيب شو شو صاحبي باش نخرج شويه على الواحد سامحني سمعت ندى صحفيه نتاع جمال بالماضي المدرب تاع المنتخب الجزائري سالوه على ثلاثه وضعيات كيما هكا بالضبط سالوه على البراهيمي كان واضح قال لهم زوز من اللاعبين اللي عيطت لهم توا خير من البراهيمي سالوه على البلايلي قال لهم البطوله تاع الجزائر واقفه ما نمش نعيط توا مش كوبيت ثم أجوبة واضحة جواب مقنع مقنع احنا هنا جلال القادري قنعك في هذه القائمة في كلمة بنسبة كبيرة قنعني اقنعك ما كلمة اللي قام قنعك ولا ما قنعك شوف انا احنا غير غير مؤهل ما كلمش نعطيه اليوم جلال القادري قدام قبل نقولوا ثم ضغوطات وديع الجري كذا اليوم اليوم جلال القادري يختار وحده القائمة يتحمل مسؤوليته اليوم بعد كاس افريقيا وبعد المقابلات اللي مش يخوضهم يتحاسب جاي القادري وديع جري بعيد الكلام كنا نقولوا فيه وديع يجيب في جوهرات هاو سامي العكريم القائمة خارج المرة الجاية نحترم رايه نحترم رايه انا اصب رايه جاي القادري اليوم خذا قرارات وحده وجاب الجوهرات كان جاء وديع البرة حنا برا وجاء سامي حبي عرض حبيت نقول لك حاجة في كلمة سامي صدقوني صدقوني وقت نقول لك صدقوني معناتها وكأنه محاولة تحتي الفريق الوطني التونسي وتهزوا في حالة قلت لك ثم ديكنون وفي حالة معناتها سمحني بربي بربي نصلح لك حاجة بعد لا مش خليك تكمل مش خليك تكمل جاني مساج يقول لك سامي الأكريم اللي قلته كله صحيح أما نصلحوا لك المعلومة القهوة راه في حدائق كرتاج ماهيش في اللاك لا لا في حدائق كرتاج صحيح تو نصلحوا لك أو نصلحوا لك جوست لا 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 جوست حبيت نقول حاجة فرومبوا يا أستاذ وكأنه الفريق هذوما هل اللي صار اللي صار في القائمه الاخرانيه هذه انه يمشي وتصير لنا كارثه في الكاس الافريقيه باش بعد يقولوا ريت وقتها كان الباترون هنايا ما كانوش يصيروا الاشياء هذوما هذايا التفسير نتاعي التفسير نتاعي للقائمه هذه واضح ايس العربي كمل معك انت قهوه في الرومبوان يجي البراجيري يطلعوا الفوق وانا هذا ايش قلت معقول انت خبير ما قلت لك ايوه هو سي صاحبي انا والله باش نفسر لك حسب ما سمعت انا توا سي صاحبي بعد مفاكس العالم قالوا يزي باش نشبوا الفريق الخنيسي 31 سنه الجلاسي 32 سنه سليتي 32 سنه المساكني 33 سنه فرجاني 31 سنه الجويني 30 سنة نعم كان نبيل تاسكو عبد الحميد الهرقان هذا باش يشبوا الفريق ولو انه الوحيد اللي نستعرف به حتى 40 سنة هو يوسف المساكني بالنسبة لي انا فالور سير وينجم يلعب في كل وقت زاد لكن سي 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 صاحبي القائمة هذه عملها مخه مخه قال له عملها عمل لك عملها وحده اي عملها وحده عملها وحده اما حاجة بركة راهو فما ثلاثة من العباية ما حبوش يجيو ورفضوا باش يجيو حنا بعلو وما... اي حنا بعلو ما نسميهمش اما حاجة اللي ما ينجموش هذاكم ما يجيوكش اما ولادنا تجيك سي لأنه كي تعيط للزعلوني مش مزية وكي تعيط للعبيدي تاع الكلوب ماهوش مزية في الفترة ذي وكي تعيط للبوقرة تاع الترجي مش مزية حقهم حقهم ويلعبوا وخير من اللي تجي فيهم 10 مرات لكن نحن تعلمنا الكذب محترف في البر اي انت سامحني الولايد مميش تاع الترجي 10 مرات تو حاضر خير من دحمان شنو يعمل دحمان تو ما لعب يمكن 7 أو 8 ماتشات ماكل 23 بونت وتو قاعد على البنك تجي فيه تيتولير شنو واش معناها تلعب فيه تعملوش كيما عملنا يا اسمعني اسمعني توا يا سي سي نسمع اسمعني اسمعني سيزينا بلا ميش مش تاع كيب ناسيونال مازال لا سايب علينا من الحكايه توا انا نسمع في سامحني نسمع في صحافي قال لك والله ما حقوش عايط البوقره وما حقوش عايط شو اسمه التقى
مازالوا ما تابوش هارك ما هما يزيو يا ولدي ناس 6 سنين 7 سنين يقولوا لا يتسى ميش توي نجم يلعب تروازيم جارديان ما يسالش هذاك نجم مش السعاد معز حسن هو الحارس الاساسي اي مش معز اي معز حسن نجم يلعب بشير بشير بلو كومبيتيتيف يلعبوا خلي يكمل استاذ خلي يكمل اي يلعب معز حسن لازم علينا يلعب تحميل وقاعد يعدي في مردود باهي مع النادي الفريقي اي لازم علينا يلعب تحميل عندنا حسن عندنا بشير بن سعيد يلعب وثانيا كان الاولاني بشير بن سعيد ولذا سي صاحبي راهو القائمه نتاع جلال القادري ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش فيها سوء نيه خاطر ما عجبتنيش وخايف لا يدخلوا ليكيب ناسيونال في ثنيه غالطه ونتائج غالطه وبفعل فعل رد بالك بفعل فعل نعرف شو قاعد نقول ان شاء الله النيه ننويو النيه الطيبه اما انا نقول لك سي جلال القادري خاصه سي صاحبي كان مش تعدي لنا شنو هو حكام بعد على على بل ما نعدي لك شكون الفعل بفعل فعل شنو تقصد معناتها كانه مؤامره كاني مغامره ما عجبتنيش مؤامره ما عجبتنيش ها ما عجبتنيش شنو قول لنا ما عجبتنيش الناس كلهم نخسروا نعطى مع النجم ونخسر شكون عملها؟ اي نعرف عليه شكون عملها؟ أنا تخسر من من من, من كيما نقولوا فيها من من الحاجات اللي قاعده تو تتحاك لكره القدم معناها القائمه كانت تعجبك ولذا سي باش نقول لك حاجه سي جلال القادري يتحمل مسؤوليتك صحيح لك اقل حاجه نتيجه تعملها قائمه رانا ماناش باش نسكتوا لك كيف تضامن الناخب الوطني جلال القادري مع رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم الموقوف على ذمه العداله نسمعوا مع بعضنا ونرجو نحكيه تعرفوا اليوم اللي نعيشوا في وضعيه بلو سبيسيال في جامعه التونسيه لكره القدم وضعيه رئيس الجامعه السيد وديع الجري ونعرف اللي باش تسالوني على الموضوع هذا دونك جونتيسيب حاول نوضح الموقف بالنسبه لينا ثم موقف انساني اخلاقي مبدئي كل الاحترام كل التقدير كل التعاطف موقفنا واضح وثابت مع رئيس الجامعه السيد وديع الجري ان شاء الله ربي يرجع لعائلته ان شاء الله ربي يظهر حقه اليوم ثم قضية عندنا ثقة كبيرة في القضاء لخيان أعضاء المكتب الجامعي السادة المحامين لجنة الدفاع السيد وديع الجري اللي كانت موقفها واضح عبرت على الموقف بتاع الجامعة عبرت على الموقف بتاعهم ثم قضية عندنا ثقة كبيرة في القضاء إن شاء الله ربي يكون معاه إن شاء الله ربي يظهر الحق هذا الموقف الأول الجانب الثاني اللي يهمني أنا هو مدى تأثير الوضعية هذه على المنتخب اللي يهمني أنا الجانب الفني كيف كيف يظهر لي ثم زوز زوايا مهمين ثم جانب معنوي الامباكت نتاع رئيس الجامعة ماهوش بين عشية وليلة باش نجمو نسواها نعرفوا اللي تقريب 100% من اللاعبين اللي ينتميو للمنتخب هذوما لاعبين اللي كان هو تقريب كما نقولوا احنا ديما كنا نعاودوا ونأكدوا اللي المنتخب يعيش في عائلة سيد وديع الجري كان تقريب بمثابة الأب مثابة الأخ الكبير للاعبين هذوما كل هو السند هو الضامن معاهم دونك ثم ارتباط كبير من اللاعبين هذوما عدة لاعبين اتصلوا بيا كانوا عبروا عن القلق تاعهم من الوضعية هذه هذا شيء ما نجمش نخبيه هذا شيء واضح لكن اللي يهمني زاد دوزيام فولي اللي ثم جانب احترافي ثم جانب تاع مسؤولية يخلينا نتحملوا مسؤولياتنا في الوضعية هذه ثم مكتب جامعي اللي اجتمع بينا كإطار فني مباشرة بعد الأحداث هذه وضح الموقف نتاعو عبر على مساندته على دعمه للمنتخب ويظهر لي إلى حد الآن الحمد لله نحب نشكرهم زادة لأنه الجانب الإداري والسيرورة اليومية لكوتيديان اللي نعيشوا فيه وفرونا كل الظروف قاعدين نعيشوا في أجواء طبيعية وطبيعية جدا من الناحية الإدارية قمة الوفاء من الناخب الوطني للسيد وديع الجري في هذه الأزمة اللي قاعد يمر بها رئيس الجامعة سامي شنو إطار الإطار اللي كان فيه الناخب الوطني تقديم قائمة اللاعبين المنتخب ندوة صحفية لتقديم القائمة قائمة الفريق الوطني هذه الحاجة الأولى حاجة ثانية حتى حد ما سألوا حتى صحافي من الصحافيين اللي موجودين غادي كما سألوا أول بداء قال هكا وهكا وهكا وأنا جونتيسيب لأنكم نعرفكم مش تسألوني
كلمتين نقول لهم الجلال القادري، انت دخلت الفريق الوطني تحت جلباب وديع الجري وباش تخرج من الفريق الوطني عريان. فوالا. تفضل. والله يا سي صاحبي بالنسبه لي انا الموقف نتاع جلال القادري ماهوش موقف يعني مستغرب ولا يعني غريبه اللي قالوا. كلهم يخدموا عند وديع الجري في الجامعه التونسيه لكره القدم، بالتالي يخدموا في الجامعه التونسيه لكره القدم ما يخدموش عند وديع الجري. خلي كمل رايك سامي، عملي سامي لازمني نكمل الفكره. خلي كمل رايك، خلي كمل فكرته، هو حر ايش يحب يقول. هما بالنسبه لي سي توفيق سي جلال القادري اكد بوضوح ما كنا نقولوه وما نقولوه دائما وابدا، انه الجامعه التونسيه لكره القدم هي وديع الجري، ووديع الجري هو الجامعه التونسيه لكره القدم، وبالتالي عادي وطبيعي انه يقوم برده الفعل هذه وانه يتضامن مع الدكتور وديع الجري كما تضامن معه فريق الدفاع واعضاء المكتب الجامعي. وانا نعتبرها الحقيقه سي صاحبي مساله عاديه جدا، ولكن خوفي الكبير هو من غياب منطق المؤسسه، لانه هذا انت توا سي سامي اللي تقول الجامعه التونسيه لكره القدم، للاسف وتو بعد نرجعوا حتى في اداره التحكيم، المؤسسه هل انه موجوده ام لا؟ هذا احنا اللي حاستنا به اليوم، وقت اللي يقول هو انه دور دكتور وديع الجري محوري في المنتخب الوطني، اي نعم دوره محوري، لانه كل شيء متمحور حول شخص رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم، وبعد تو نرجعوا لها مع سي واصف زليل، ما عليه وما على الاداره نتاع الجامعه انها تثبت عكس الكلام هذا. واضح. قبل ما نجيك مكرم، فصل اشهري ونرجع معك انت مكرم اللقام.